هذا لضمان العلاج والشفاء والنجاح. أهمية هذا الشهر تأتي من الحملات والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات جميعا لحث النساء أينما كنا على إجراء الفحص الذاتي أولا، الفحص عن أشعة عن طريق الأشعة السينية أو ما يدعى بالماموغرافي. إحصائيات طبية تشير إلى تشخيص حالة بسرطان الثدي كل 10 دقائق في العالم، كل 10 دقائق في العالم عندنا حالة سرطان عند المرأة. وتقارير منظمة الصحة العالمية تقول بأن سرطان الثدي بات اليوم الأكثر شيوعا وانتشارا متجاوزا سرطان الرئة. كما تعرفنا التعرض لسرطان الرئة في كلاسة الدول، ظروف سرطان الثدي وأكثر انتشار متجاوز سرطان الرئة. دونك واليوم يشهد شهر أكتوبر الوردي شهر الأمل، شهر الدعم النفسي للناس اللي راها تعاني من هذا المرض. ودومي كريمة المكلفة بالإعلام والاتصال على مستوى الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال التجارة وكالة ورع. في هذا اليوم يتواجد الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال التجارة وكالة ورع ضمن الشباك الجواري المتنقل، وهذا إحياء لليوم لأيام التخصيصية الخاصة بشهر أكتوبر الوردي فيما يخص بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. الصندوق متواجد بهدف التوعية والتحسيس وكذا التعريف بخدمات الصندوق، خاصة فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للمؤمن لهم اجتماعيا من مرضى السرطان، يعني التكفل هو 100% بالنسبة للمرضى، وأيضا هناك التكفل فيما يخص التعويضات العينية فيما يتعلق بالعطل المرضية. وهذه مبادرة يعكف الصندوق لإحيائها بحر كل سنة. نتواجد مع مصالح مديرية الصحة والسكان وبإشرافهم من أجل إحياء الشهر الوردي. دكتور ممر محمد رئيس خلية الإعلام والتغذية والتواصل للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية في الوالد. كما هو معلوم في كل شهر أكتوبر العالم بيسري هذا الشهر، ليس للتكلم عن السرطان بل للتكلم عن الوقاية، لأن في هذه الحالة الوقاية خير من العلاج، والوقاية تاع سرطان الثدي باينة هو الفحص الذاتي للمرأة خاصها تقوم به، وحنا هذا هو الدور تاعنا اليوم، القابلة تاعنا وعمال الصحة الطبيين والشبه الطبيين يحوسوا يوعوا المرأة الجزائرية، نقول المرأة مع العلم أن سرطان الثدي يشد حتى الرجل، كاين نسبة 3% من سرطانات الثدي عند الرجل، إذا السرطان ماشي هو اللي يخوف، يخوف منين يوصل في درجة متأخرة، أما إذا كان في البداية، ولهذا خص المرأة تعرف وتوالف الثدي تاعها والنسيج العضلي تاع الثدي تاعها، باش كي تكون حاجة اللي خارجة على العادة، إذا تتوجه إلى أقرب مصحة باش هما يعرفوا شنو يديروا، يدوموندو هالتحاليل ويدوموندو هالأشعة باش يعرفوا، أي حاجة تعرف في البداية فلا تعتبر بخطر، إن شاء الله نتمنى الصحة والعافية لكل الجزائريين. نصر إمام طبيبة عامة بمصلحة الطب الأورام بالنسبة للمؤسسة الاستشفائية الجامعة لأول نوفمبر ضمن فعاليات أكتوبر الوردي، تشارك مؤسستنا كغرار المؤسسات الأخرى في هذه الفعالية لتحسيس النساء على أهمية الكشف المبكر على سرطان الثدي وعلى أهمية الوقاية منه.